كلمة غريبة. وش تقولوا؟ لا لا العيش تلمى به ملح. وش تسمونه؟ باسك. اي باسد. وش باسد؟ انت وش تسمونه؟ احنا نسميه صماط. وش صماط ولا سفر؟ صماط. صماط ولا صماط؟ صماط او صماط كلها. لا صماط. عيشة صماط ما بها طعم. احنا ما نقول بس نعرف. اي ما هي دارجة عندنا. اي ما هي دارجة. باسكم وش؟ باسكم. احنا نقول باسك. الرجال ما ابو ثمان يقول فلان باسك. مثل العيش اللي ما له طعم. لا هذا صماط، هذه نعمة وهذا. شو معناته صماط؟ يعني ما به طعم، ما به من. منين منين جت؟ احنا واحد انا ما ادري منين جت، لا تسأل. يقال صماط. وانتم ايش تقولون له؟ احنا نقول له ما يدور. احنا نقول له طعام بدون ملح. ليش كذا تسلم؟ وش الكلمات الثانية طيب؟ أخاف أن أقولك بتقول تاتسلم. لا لا ما إحنا قاعدين تاتسلم. دخان النار. شو تسمونه؟ نسميه سفلج. وشو؟ سفلج. 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 دخان النار. لم تقول دخان النار؟ وش المشكلة يعني؟ يقولون الشبان سفلج. سفلج. ذبحنا هذا سفلج. ذبحنا دخان النار. تدرين؟ نفس. ليه قالوا دخان النار؟ لا بس قال وين ذبح يا برطم؟ قال هذه خشبة. لا نفس كلمة واحدة من عشر جملات. ابرتغاء. وش تسمونه بعد؟ اصدمن. لا نوع. اصدمنا. لا لا مو انت فاضي انت. لا لا نوع أصدمنا. نوع ها؟ نوع من ابرتغاء او هم من منطقه يجي يقالوا سفرجي. لخ ولا ايه؟ وش لخ ولا ايه؟ وش انا قايل؟ شو اسمه؟ سفرجي. انا اعرف السفرجي هذا اللي يقدم الطعام يا بالبيت يا بالمطعم اسمه سفرجي. اي والله. قد ما العيش ايش قاله؟ سفرجي. برتقال اسمه سفرجي. نوع من البرتقال. وش الانواع يعني؟ من كثر انواع البرتقال. مش قال هذا قال ابو صره وهذاك سفرجي. لا بس انت تقول نسمي البرتقال سفرجي. لا اقول نوع منه. شلون شكله؟ سفرجي. ابو صار ما هو انا اللي بسميه سفرجي. ما تجي سفرجي تدري وش هو؟ انا يقدم اسم. أيوة. اسم على اسم ممكن. هذا لغويه. اي رب المسخ اني ما اكذب. والله اني ما اكذب. انا لقيته. لقيته انت. ايه معليش ابو صالح انت الحين تقول كلمات على كيفك وهو ما يقول. انا لا هو يكذب. شو تسمونه هذه؟ وانت؟ انا طنيبه. تعب بخصك. ما متى طنيبه؟ وش طنيبه؟ هذه تسمونه طنيبه؟ طنيبه ليه؟ عشان تمشي كذا طيطا طيطا. استغفر الله العظيم. شو تسمونه؟ طنيبه. طنيبه عشان طنيبه. والله العظيم اني ما لومك بعذر قلبك من اسامي اللي مشون قايله. والله العظيم وقفت علينا. سفرجل اللغه كيف؟ وش لغته؟ انا لغه قطط. انا بقول له تعال شوف. ما 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 رجع وراه. تاكد قبل لا امشي بدر. شو منه؟ شوف وش صار على موضوع الهدية. يا ابن على كم مرة أنا قلت لك؟ كم مرة أنت ما تفهم؟ ترك 20 مرة اللي قلت لي هدية هدية. لا تخلينا كنسل عاد. لا والله لا أعوذ بالله. لا بس يعني تذكير وكذا يعني بس عشان ما تنسى ذاكرة حجم الذاكرة واللون كذا يعني برو ماكس. إي أنا قلت لك. شو المشكلة؟ لحظة بالله. ليه؟ إيه لا لا ما عليك هذول الناس فكوكين اسلم. لا بس يعني يقولك يعني يكون برو ماكس يعني. طيب قلنا خلاص ابن حلال. قلنا خلاص. اهد الله يرضى عليك اهد. من طلابه هيك شو انت بتقول لي سلامات. لا تذكير يعني. ها قصدي يعني. تذكير اي ابن حلال. اذكرك وكذا يعني تعال زي ما تعرف يعني شابنا واحد ما ينسى وكذا يعني. طيب كذا. طيب خلاص 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 خلاص. اصبر عبد الرحمن اصبر. حق الهدية هذه يرسل لك. لا هذا مثل ما قلنا ناس فكوكين اسلم. بس عاد اهم شيء اللون يعني ما تنساه لا لا اللون اللي انت تبي تيتانيوم. زين ازهل لا كل شيء مدبر بس عشان تحط رجليك ما بارده بس يعني ودي اسال اغراض تكون لحظه بالله.
لحظه شوي لحظه الله 26 سنه لا لا قلت لك عاد هذول من الله يهديها من ناس فكوكين ما يستحون عوجيها يا ابن حلال قل لا اله الا الله يا خلات حسد اخوك ما هو انا حسد اخوي ما هو 50-50 فاتح مشروع انا 50-50 هذه فرصة هذا رزق لا تخليني احط افمك بمخباك هنا واجلس شفت قلة الادب انا ما احبه خاصة إذا كان مع الأخ الكبير فعلشان كذا الظاهر حتى الجوال ما يحلم به أنا ما أحب الناس اللي مهي محترمة وش أحب الناس المحترمة بصالح بصالح بوجهك هاي ولد بوجه الرجال أنا ما تبوجه وش عايز يلعب تبيني موت لا بسم الله عليك تبيني موت بسم الله عليك بسم الله لا 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 انت ايش عمل هدية ايش عمل هذي انها تصفي قلبي تصفي ذهني بسم الله عليك انت عكرت مزاجي تدري ذهني